نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أدى الرسالة وبلغ الأمانة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أعاذنا الله وإياكم منه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. موضوعنا اليوم جريمة من أبشع الجرائم وفاحشة من أكبر الفواحش وموبقة من أخطر الموبقات، جريمة تفقد فيها الشهامة وتذهب بالمروءة، يحل مكان العفاف منها الفجور وتقوم فيها الخلاعة، مكان الحشمة وتطرد فيه الوقاحة جمال الحياة، ومن عظم العظم جرمها كان عقابها شنيع. فالجريمة عظيمة والعقاب أشنع، الرجم حتى الموت، الرجم حتى الموت للمحسن، والجلد بلا رحمة للعازب والعازبة. إنها جريمة يرتعش منها عرش الرحمن، إنها جريمة يرتعش منها عرش الرحمن، فما بالك بغضب رب العرش. إنها جريمة الزنا، إنها جريمة الزنا، كم جرعت من غصة وكم أزالت من نعمة وكم جلبت من نقمة وكم خبأت لأهلها من آلام وكم خبأت لأهلها من آلام منتظرة وهموم متوقعة وهموم مستقبلة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله تعالى؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فقلت: إن ذلك العظيم. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. وتصديق ذلك قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فانظر رحمك الله كيف قرن الزنا بزوجة الجار بالشرك بالله وقتل النفس الذي حرم الله عز وجل. بل أكثر من ذلك، عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الإيمان سربان أي لباس يسربله الله من يشاء، فإذا زنى العبد نزع الله منه سربان الإيمان فإن تاب رده عليه، أي أنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فأي عقوبة أشد على العبد من أن ينزع الإيمان منه؟ لذا قال عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فمن شدة سوء هذه الفاحشة لم يحرم الله عز وجل الزنا فحسب، بل حرم كذلك السبل المؤدية إليه من اختلاط وخلوة وتعري سافر وانحلال في الأخلاق. وخطب يوما الرسول صلى الله عليه وأصحابه فقال: يا أمة محمد، يا أمة محمد، والله لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا من شدة عذاب الزناة يوم القيامة. نعم، كم من لذة ساعة أورثت حزنا عظيما وعذابا أليما، وليس ربهم والله بغافل عنهم. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم تكتبون. ألا فليستحي الزاني من ربه وليعلم أنه يراه، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه يرى دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الدهماء، وأنه يعلم السر وأخفى. فإن لم يخف من العباد فليخف من رب العباد، وإن لم يخف من العباد فليخف من رب العباد الذي وضح في كتابه أنه ليس بعد الشرك والقتل أعظم من مفسدة الزنا. ولو بلغ الرجل أن ابنته قتلت كان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زنت. فأف للزنا ما أقبح أثره وأسوأ خبره. يأتي إبليس يوما كل يوم ومعه تاج يلبسه جنوده الذين أضلوا الإنسان في الأرض.
فيأتي هذا ويقول أنا فرقت بين فلان وفلان، فيقول سيرجع إلى أخيه ويأتي من يصالح بينهما، ويأتي آخر ويقول أنا فرقت بين المرء وزوجه، فيقول سيتصالح ويتزوج غيرها، ثم يأتي آخر فيقول لم أزل بفلان حتى زنى، فيقربه منه ويلبسه تاج الوقار الذي معه، لأن هذه الجريمة لا تمسح إلا عند الرجل الديوث الذي لا يغار على أهله. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، يا من عصيت وستر الله عليك، اتق الله بنفسك، فإنك تعصي والله يسترك، ثم تعصي والله يسترك، ثم تعصي والله يسترك، ثم يقول يا ملائكتي إني نزعت ستري عن فلان فخلوا بينه وبين الناس، فتفضح والله ولو كنت في قعر بيتك إذا نزع الله ستره عليك. فاتق الله في نفسك، ويا شباب اتقوا الله في بنات المسلمين، فوالله من العيب أن تتصل علي أحد الفتيات وتقول أن أحد المصلين يأمرني أن أذهب معه إلى أحد الملاهي الليلية. اتقوا الله عباد الله في بنات المسلمين، اتقوا الله عباد الله في حرمات المسلمين. من تصرفات أبناء شدتهم الشباب بأن تذهب معه إلى الملاهي الليلية، احذر عبد الله من قوله تعالى ويوم يأتون يحملون أوزارهم وأوزار مع أوزارهم وزرك ووزر الذي أضليته معك بعلمك أو بغير علمك. فعمر أن نستر على بناتنا ونجعلهم طاهرات عافيات. البعض منا يريد أن تشيع الفاحشة في أخواتنا أمهات المستقبل، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميل ميلا عظيما. احذر يا من بريت بهذا المرض من غضب الجبار، فإنه كما تدين تدان. فالله عادل، فكما مددت يدك على حرمة غيرك فسيأتي من يمد يده على ابنتك أو أختك أو أمك أو أزواجك، فإن كنت لا ترضاه لأهلك فكيف ترضاه لبنات المسلمين؟ فإن كنت لا ترضى فاعلة الفاحشة لأهلك فكيف ترضاه لبنات المسلمين؟ وما حل بنا من فتن في هذا الزمان الذي أجمع العلماء أنه من أشد العهود فتنة على المسلمين، إلا لابتعادنا عن المنهج الرباني الذي سار عليه رسول الله وصحابته والتابعين، واتباعنا لعبادة الشهوات والغرائز. واعلم رعاك الله أنه من الثلاثة الذي لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زاني وملك كذاب وعائل مستكبر. فالرجل إذا أصر على معصية الزنا والعياذ بالله فمصيره جهنم وبئس المصير. بل أكثر من ذلك عن عطاء أن لجهنم 7 أبواب أشدها حراً وغماً وكرباً وأنتنها ريحاً هي للزناة الذين ارتكبوا الزنا بعد علم. وقال ابن زيد أحد أئمة التفسير إنه ليؤذي أهل النار ريح خروج الزنا، أي أن الزبارية إذا أرادوا أن يشددوا العذاب على أهل باب من أبواب جهنم فتحوا عليهم ريح من باب الزنا، فإذا كان ريحهم يؤذي أهل النار فكيف بصاحب الريح؟ نسأل الله العفو والعافية. وكما ورد في الزبور مكتوبا أن الزناة معلقون من فروجهم في النار يضربون عليها بسياط من حديد، فإذا استغاث من الضرب نادته الزبانية: أين كل هذا الصوت وأنت تضحك وتمرح ولا تراقب الله تعالى ولا تستحي منه؟ جاء عن النبي قال: يا معشر المسلمين اتقوا الزنا فإن فيه ست خصال 3 في الدنيا و3 في الآخرة. واعلم أخي أن كل ذنب مؤجر يحتمل أن يؤجر إلى الآخرة إلا ذنبان فإنهم يعجب لصاحبهما في الدنيا: الزنا وعقوق الوالدين. فاتقوا الله واحذروا عباد الله، اتقوا الزنا فإن فيه 6 خصال: 3 في الدنيا و3 في الآخرة. فأما التي في الدنيا فذهاب بهاء الوجه،
فذهاب بهاء الوجه تجده ذليلا بين الناس، حتى وإن كان من أنعم أهل الأرض يكون قبيح الوجه بسبب المعصية. وقصر العمر يذهب الله البركة من عمره، ودواره الفقر، وإن كان من أغنى الناس يسكن الله الفقر في قلبه. وأما الثلاثة التي في الآخرة فسخط الله تبارك وتعالى وسوء الحساب والعذاب بالنار. فإن الزاني من بعد موته مباشرة ينقل إلى وادي الزناد، كأنه التنور يلقى فيه الزناد وتوقد النار من تحتهم فيصيب من شدة حرها، وهذا عذابهم إلى يوم الحساب. ولكن اعلموا أننا كلنا مسؤولون عن هذه الجريمة وانتشارها، كل من هنا مسؤول عن هذه الجريمة وانتشارها. فيأتي الشاب ويقبل البنت بين وجنتيها على مرأى ومسمع كل الناس، كل منا يرى هذا كل يوم، ولا أحد ينكر ولا أحد يغار. ألم يقول الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ فإن نزلت فينا هذه الآية فأين نحن منها؟ وإن نزلت في غيرنا فمحمد والقرآن منا براء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأسوق لك يا أختاه حديث رسول الله: ابشري إذا صلت المرأة خمسها، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرشها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت، ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. فتشتركين في الصلاة والصيام مع الرجال، ولكنك فزت بأبواب الجنة بتحصنك، فبهذا تدخلين مع داود من باب الريان والفردوس الأعلى مع النبيين والشهداء، فهنيئا لك يا من صمت شرفك. ونصيحتي للآباء: من أهم الأمور المحافظة على النسل والشرف هي تسهيل وتعجيل أمور الزواج. فالفتن في كل مكان، الفتن في كل مكان، في الشاشات، في القنوات، في الجامعات، في الأسواق، الكل يدعو إلى الرذيلة. ونقول: نريد شبابا عفيفا. إلى أين يهرب الشباب؟ إلى أين يهرب الشباب؟ الزنا ببضع دولارات والزواج بمئات الآلاف من الدولارات. اتقوا الله عباد الله في الشباب، اتقوا الله عباد الله في الشباب. اسمع أيها الأب إن كنت تشفق على نفسك، واسمع أيها الشاب إن كنت تحب أبيك. يأتي الرجل يوم القيامة بصلاته وزكاته فيفوز ويساق إلى الجنة، ثم يأتي الأبن أو البنت من بعده فتسأل في تقصيرها عن عبادتها، ويسأل في تقصيرها عن عبادة، فيقول: أبي لم يعلمني. فيرد الأب وينقص من حسناته، ثم يسأل أخرى: لما فعلت الزنا؟ فتقول: طلبني فلان للزواج فأعرض أبي عن ذلك. ويقول: أجل أبي زواجي إلى أن بلغت عمرا كبيرا فزنيت. فينقص ذلك من حسناتك حتى يكب في النار، حتى يكب في النار، وكان في الأول ذاهب إلى الجنة فيدخل النار بسبب ابنه، والعياذ بالله. أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم يا فوز المستغفرين.